من أن ننتقل إلى فلسطين ومنتخب الشباب الوطني اللي بيشارك في بطولة غرب آسيا لكرة القدم اللي تقام حاليا بفلسطين الحبيبة. للحديث أكثر عن هاي البطولة واستضافة فلسطين لهذا الحدث المهم بنضم لنا من استوديوهات رؤيا في فلسطين المحلل الرياضي محمد علوي. مساء الخير سيد محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك معنا بإكسترا تايم. بداية بدي أسألك، كيف تقييمك لاستضافة فلسطين لهذا الحدث الآسيوي؟ يعني في البداية بالنسبة لاستضافة فلسطين مثل هذا الحدث، وهو حدث لأول مرة هاي البطولة يتم استحداثها في اتحاد غرب آسيا، النجاح التام غلف هذه البطولة من ناحية التنظيم ومن ناحية حضور وأيضا من ناحية المشاركة العربية الفاعلة. ودائما في فلسطين ما يتم النظر لمثل هذه البطولات وبهذه المشاركات بهذا الحجم الذي يأخذ أبعاد أكثر من أبعاد رياضية، أبعاد سياسية وأيضا أبعاد وطنية، لعل أبرزها هو حماية وتأصيل الملعب البيتي الذي ناضلت فلسطين وناضل السيد اللواء جبريل الرجوب ومن خلفه المنظومة الرياضية في كافة أروقة الاتحادات الدولية، لا سيما الاتحاد الدولي الفيفا، من أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق وهو الملعب البيتي لما يعنيه من الأشياء الكثيرة لا سيما الرياضية. وأيضا هو يعني أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الفلسطينية من الناحية الرياضية. بالعودة إلى البطولة وأيضا استضافة فلسطين لها، كما تحدثت هي سنة حميدة من سنن الاتحاد الآسيوي أن تكون هذه البطولة لأول مرة، وأن تكون فلسطين هي أيضا الحاضرة في استقبال الأشقاء العرب بهذا الحجم وهذا الكم من المنتخبات، وما أيضا تبع ذلك من حضور وتفاعل في الشارع الرياضي الفلسطيني، وأيضا تبع هناك كثير من التفاعلات في الشارع العربي. يعني فلسطين نجحت وأيضا العرب نجحوا في إنجاح هذه البطولة من خلال موافقتهم وأيضا وصولهم واللعب هنا في فلسطين. نعم سيد محمد، إذا بدنا نحكي عن المنتخب الأردني، طبعا استطاع المنتخب الوصول لنصف النهائي لكنه خسر بركلات الترجيح. برأيك كيف كان أداء النشامة خلال هاي البطولة؟ يعني المنتخب الأردني لا يعني كان حضوره بارز، وعلى أنه النتائج الذي حققها في البداية فاز على المنتخب الفلسطيني بهدفين دون رد، أيضا فاز على قطر بكمية كبيرة بخمسة أهداف لهدف، وتعادل مع المنتخب العراقي في الدور الثاني بهدف لهدف وخسر بركلات الترجيح. أولا يعني النتائج هي مؤشر على تطور وأيضا نضوج المنتخب الشباب، منتخب الشباب الأردني. وبالمناسبة يعني الأعمار هي صغيرة تحتاج إلى مزيد من الخبرة، ليس المنتخب الأردني لوحده بل بقية المنتخبات. نحن نتحدث هنا عن لاعبين يعني جلهم ربما من المدارس أو خريجين جدد، خبرتهم في الأندية وأيضا الملاعب والمباريات والبطولات الرسمية ربما ليست بالكبيرة، لكن يعني هنا أحد المكاسب لكافة المنتخبات والمنتخب الأردني، لأن يجعل لاعبين بهذا السن يشاركوا يتفاعلوا مع لاعبين من المنتخبات العربية الأخرى. من هنا يجب البناء على مثل هذه المنتخبات التي تشكل نواة أساسية للمنتخبات الأولمبية وأيضا المنتخبات الوطنية الأولى. نعم سيد محمد، طبعا اليوم مباراة مهمة جدا لتحديد المركز الثالث مع الأشقاء منتخب فلسطين، كيف تنظر إلى هاي المباراة؟ بالنسبة لفلسطين فازوا أم خسروا هم فائزين، الفوز للمنتخب الأردني هو فوز للمنتخب الفلسطيني،
لا أعتقد بل أجزم أيضا بأن العكس هو كذلك بالنسبة للأشقاء والأخوة في المنتخب الأردني. يعني مباراة فلسطين هي والأردن في الساعة الرابعة ستكون على ملعب الشهيد فيصل الحسيني شمال مدينة القدس. كانت المباراة الأولى للمنتخبين في هذه البطولة أيضا هدفين لفوز للأردن دون رد للمنتخب الفدائي. أعتقد بأن نتيجة المباراة مهما كانت هي ستكون معنوية أكثر، وأيضا لأن يضع المدربين مدرب كل منتخب بصمته، وأيضا للوقوف على نقاط الضعف في كل منتخب. يعني ستكون المباراة تنافسية بالدرجة الأولى ولن تكون سهلة على كلا المدربين وأيضا على اللاعبين، وخصوصا بأنها ليست المباراة الأولى في هذه البطولة التي تجمع المنتخبين. أعتقد بأنه الأوراق أصبحت مكشوفة لكلا المدربين، وسنشاهد مباراة ممتعة فيها من الندية الكثير. وبالأخير مبروك سلفا للفائز وحصوله على المركز الثالث. طب بعيدا عن العاطفة سيد محمد، لمين بتميل الكفة؟ لا، للمنتخب الأردني بكل تأكيد. الكفة في هذا اللقاء تميل للمنتخب الأردني بعد أن شاهدنا أداء المنتخب الفلسطيني. أيضا المنتخب الفلسطيني منتخب ناضج ومنتخب يعني يعول عليه الكثير، لكن أيضا تنقص الخبرة الكثيرة. إذا ما نظرنا بأنه جل اللاعبين إن لم أكن كلهم هم لاعبين يعني من المدارس أو ربما ممن تخرجوا حديثا، تنقصهم الخبرة في الملاعب وأيضا المشاركة مع الأندية وأيضا مع المنتخبات أكثر وأكثر من معسكرات تدريبية وأيضا مباريات ودية ورسمية. لكن أكيد مثل ما حكيت الفوز واحد سواء الأردن أو فلسطين، إحنا أشقاء والفوز واحد. توقعاتك للمباراة النهائية بين العراق والإمارات؟ شوفي، بالنسبة للعراق والإمارات المنتخبين قدموا أشياء مهمة وقدموا أداء كبير في كافة اللقاءات، لكن أعتقد بأنه المنتخب الإماراتي هو أكثر المنتخبات الحاضر هنا من أجل التتويج بهذه البطولة. هذا لا يعني بأنه المنتخب العراقي أيضا سيكون لقمة سائغة أمام المنتخب الإماراتي، لكن حضور وتحضير المنتخب الإماراتي هو أكثر، وأعتقد بأنه سيفسر ويترجم لاعبو المنتخب الإماراتي هذا الكلام في أرضية الملعب. واضح بأنه المنتخب الإماراتي تم تحضيره بشكل جيد، لديه طاقم فني أجنبي، لديه معد بدني أيضا أجنبي، لديه متابعات ولديه مشاركات ولديه تحضيرات كبيرة جدا. أعتقد بأنه المنتخب الإماراتي هو من سيتوج بهذه البطولة. طبعا أتحدث على الورق، ولكن في أرضية الملعب كل شيء وارد، وربما أنه أيضا المنتخب العراقي يقدم أشياء أداء يعني لم نعهد مشاهدته في هذه البطولة، وأيضا هو يتوج بهذه البطولة. طيب سيد محمد، طبعا نجاح مذهل لفلسطين بتنظيم واستضافة هاي البطولة، برأيك هل فلسطين قادرة على استضافة الأحداث الرياضية القارية؟ يعني أعتقد بأنه نجاح مثل هذه البطولة وأيضا نجاح استقبال الكثير من المنتخبات سواء كان في مباريات رسمية كالتصفيات المؤهلة لأمم آسيا أو كأس العالم أو إن كانت مباريات ودية في أيام الفيفا، كلها مؤشرات على استعداد فلسطين على احتضان مثل هذه البطولات وأيضا احتضان المباريات للأشقاء العرب أو للمنتخبات الأخرى. وأيضا المنتخب الأول بالنسبة للمناسبة لفلسطين كما بقية الدول العربية والعالمية يحضر نفسه في الخامس من الشهر القادم لاستضافة منتخب أوزبكستان على ملعب الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وأيضا أمم آسيا. الأهم أيضا بأنه في حال نجاح
كما نشاهد، وهو نجاح ملحوظ وموجود. فلسطين أيضا يعول على هذه النجاحات وهذه الاستضافات كما تحدثت في البداية الكثير. أي لاعب سواء كان عربي أو كان أجنبي يخرج برسالة من هنا من فلسطين تتعدى المعنى والبعد الرياضي، لتصل أيضا إلى الأبعاد الوطنية والأبعاد السياسية، وهذه الرسالة تقول بأنه للعالم وللدول المشاركة نعم بأنه هناك في فلسطين شعب يريد ويحتاج الحياة كما كل العالم يعيش، وأيضا لديه من المقومات ما يكفي لأن تكون فلسطين حاضرة في كافة المستويات، إن كانت السياسية أو الثقافية أو الفنية وأيضا الرياضية. نعم فلسطين قادرة وقادرة جدا على استضافة أي حدث، يعني لنتكلم بأشياء أيضا سابقة. ليست كرة القدم أصبحت هي يعني من فلسطين قادرة على احتضانها، بطولة فلسطين الدولية أيضا للتايكواندو والتي هي أصبحت ضمن أجندات الاتحاد الدولي للتايكواندو، ومن خلالها يتم جمع النقاط التي تؤهل بعض اللاعبين لأن يخوضوا ويصلوا إلى دورة الألعاب الأولمبية. هناك نجاح باهر في هذه اللعبة كما هو يتم تحضيره للمستقبل أيضا من أجل احتضان بطولات رياضية كروية وأيضا في الألعاب القتالية والألعاب الفردية. نعم سيد محمد، كل التوفيق للأشقاء في فلسطين باستضافة أي من الأحداث الرياضية، ونشكر انضمامك لنا من فلسطين. شكرا جزيلا لك.